ونحن كتوانسة بتضامننا بتآزرنا الوطني سنتمكن من تحرير هذه الظاهرة. فضل عنكم هذا محفل وطني أحضر رؤساء وزراء، رؤساء جمهورية، برلماني وغيرهم للتأكيد على أن المجتمع الدولي متضامن مع تونس في مواجهة هذه الآفة التي تتهدد الجميع. اليوم التونسيون جميعا أشعروا بأن الذي وحدهم هو علم تونس ومستقبلها وعزتها ونضال الجميع ضد الإرهاب الذي لن يجد له مكانا في تونس أبدا. جزء من المجتمع المدني واحنا معنا دائما وابدا في المحطات الكبرى معنا باش نحافظوا على وجود الدوله، لانه الارهاب الهدف الوحيد والرئيسي نتاعو انه الدوله تنهار باش يلقى فينا المستنقع انه معنا يحقق الاهداف نتاعو. احنا هنا كلنا جميعا ضد الارهاب وان شاء الله تونس فيه.